أحسن الله إليكم الأخ أبو عبمار يقول كيف كان الهدي النبوي عند نزول المطر وتتابعه الهدي النبوي عند نزول المطر إذا إذا كثر نزول المطر فإنه يدعو بالدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر نعم